السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم عصير الليمون او ليمونادة ديال الليمون اقتصادي بطريقة سهلة وجد سريعة. كيجي منعش وكيعطي كمية كبيرة. نتمنى انكم تتبعوا معي الفيديو الاخر وفرجة ممتعة. بالنسبة لطريقة التحضير، غادي ناخد كسرونة غندير فيها 120 غرام ديال السكر سنيدة، ما يعادل كاس الا ربع. غنزيد عليه 90 مليلتر ديال الماء، ما يعادل ثلثين ديال كاس ديال العنبة. وغنشعل عليها البوطة ونخلي الخليط ديالي مجرد يبدا يغلي نطفي عليه. إذن ها هو الخليط ديالنا بدا كيغلي، نضفيو عليه ونخليوه يبرد. الوقت اللي فيه الماء والسكر كيبردوا، غادي ناخذ 6 ديال الحامضات وغنعصرهم. اذا بعد ما عصرت الحامض دابا غنمشي نصفيه. اذا ها هي الكميه اللي حصلت عليها. انا غنديرها لكم في كاس ديال العنبه باش تعرفوا بالضبط القدر اللي عطاني. إذن ها هو كاس. يعني هنا عطاني كاس وربع ديال العصير ديال الحامض. إذن في غرف ديال العصير غادي نخوي عصير الحامض اللي كنا عصرنا وصفينا. غنزيد عليه الماء والسكر اللي حضرنا في الاول وخليناه كيبرد. وغنزيد يطرونس ديال ما بارد.
عندي هنايا حامضه اللي غسلتها بطبيعة الحال وقطعتها دوائر، هذه غير اختياريه. غادي نضيفهم العصير ديالي. اذا ها هو العصير ديالنا، حضرناه فقط بصه ديال الحامضات، عطاني اكثر متر ونص ديال عصير الليمون. حضرناه فوق الوجيز اقل من 10 دقائق. بسم الله. كيجي عصير منعش وغير مكلف. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتخليوا رايكم في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وخليتكم في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.